جميل. سنة وبعدها وقفت. وقفت يعني عن 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 الدراسة ولا عن الدراسة والوظيفة؟ لا لا، ما الدراسة فقط ووقفت. والوظيفة؟ الوظيفة ما توظفت. عندك اكتفاء؟ ما هو باكتفاء، ولكن أنا رجل حب الإعلام شوي. إيه بس أنت تتكلم كماديا يعني قصدك؟ خريج من 10 سنوات صح؟ إيه تقريبا. 10 سنوات توك الآن تدخل ساحة الإعلام بشكل كبير. يعني لا تقول لي إن الأعمال اللي أنت شلتها كانت اكتفاء كبير بالنسبة لك. شوف، أنا دخلت الإعلام بعد ما تخرجت من الثانوية بسنتين. دخلت كمنشد. كمنشد. جميل. وكان لي يعني الفضل اللي دخلني في الإنشاد كان شخص اللي هو مسي عليه وصبح عليه بالخير، أبو سالم حسين آل البيت. جميل، ذكرت هذا. فهو اللي شجعني، لأن كان في مناسبة، كانت الفكرة موجودة لكن ما كان في جرأة شوي. كان في مناسبة في الخرمة، زواج واحدة من الربع، وطلعت على المنبر وغنيت، وكان أبو سالم موجود. منها اكتشف الموهبة، هو اللي دعمني، تكلم وطلع قال تجي الرياض وأنا أدعمك. فبيض الله وجهه. 6 شهور ووجهت للرياض ولقيت أبو سالم على الهقوة وعلى قد الكلام. الله يبيض وجهه، يعني قامة كبيرة الخير وبيض وجهه أبو سالم، سمعته طيبا تعلم منه. الأجور اللي كنت أخذها كمتوسط أعمال يعني من كم إلى كم؟ شوف، كانت مختلفة، يعني ما كان في شيء ثابت. أنا يعني ما تحقق الاكتفاء. لا، هي كانت في مرحلة حققت الاكتفاء للأمانة، لكن بعد فترة حصل دروب. ما هو دروب في بداح، في مجمل الشالات كلها. في بداية الشالات كان فيها أسماء قليلة في المنشدين. إحنا حنجيه موضوع الشالات. لكن كنت للأمانة كنت أتحكم في السعر. تتحكم. في الأجور كنت أتحكم. لكن يعني بعدها. جازم جدا إن صوتك حلو. لا شوف، أنا رجل صريح وشجاع في نفس اللحظة. إبداح ما هو من الأصوات اللي جميلة جدا. في فرق بين الصوت الجميل وبين المؤدي. أنا مؤدي، فهمتني؟ في صوت جميل وفي مؤدي. أنا مؤدي، وكنت مؤدي يعني وكنت يعني ذكي في وقتها، وحققت منها. أنت عارف معنى مؤدي وإيش؟ إيه؟ إنك تؤدي اللحن صح. إيه؟ إنك تؤدي الأداء صح. صعب اللي أنا سمعت معظم أعمالك الحان يعني ما هو إجحافاً بحقك، لكن أواسط المنشدين يقدرون عليها. يعني ما في تلعب بالحان مثل كبار المنشدين اللي يحطون عمل في شيء. كبار المنشدين كصوت عرب وجمالية صوت يعتبر فنان. لكن في منشدين كثير موجودين الآن مؤدين، فهمت علي؟ لكن أنا حققت النجاحات، كنت يعني خذت تحدي في المجال هذا وحققت أرقام كبيرة جدا، وصلت لمرحلة أنا راضي عنها. لكن في الفترات الأخيرة كان في دروب في الشالات ككل. فعلما يا أبو سحاب أني أنا اللي مثلك مميزين جرب يطلب يجاوبون على 4 محاور قدام تجي. والله شوف، أنا حاول، لأني لو أجابك إجابة واحدة يمكن يفسرونك. لا، حاول أني أوضحها يعني. إيه، لكن أنا كنت، عشان هذه إجابة ترى أول مرة أجاوبها، أنا دخلت الشالات وتعمقت فيها، وصلت المرحلة الأخيرة ما كنت راضي بنسبة حتى 60-70%. طيب أقيس مدى رضاك أنا؟ تفضل. في قائمة 50 منشد خليجي مشهورين وأصواتهم مميزة، عط نفسك رقم من 50 الأوائل. شف يعني 50 عدد كثير، ممكن 50 هذا اللي أنا مقتنع فيه، ممكن 10. لا 50، خلي القائمة 50، حط نفسك رقم 11. لا، ممكن أحط ما بين 10 إلى 20. حتحط نفسك من 20 الأوائل على مستوى الخليج. نعم، لأن أصلا الخليج ككل ما فيها أسماء قوية لدرجة أنك تصنفها من ضمن 10. لو أعددهم عليك ما يصلون 10. أنا أقدر أطلع لك أسماء في من قبيلتك السبعان، 3 أسماء مميزة. 3 أسماء فقط؟ لا، من السبعان، من قبيلة كاملة. المجتمع كامل. من قبيلة كاملة طلعت 3 أسماء فقط. يعني أنت تعد القبائل، بتعد على أصابعك عدد معين. لو تطلع من كل قبيلة 3 أو 2 ما تصل إلى 15. أنا غير مقتنع يا أبداح، وأتمنى أنك أنت ما تقتنع بإجابتك هذه بعد. أنت وين تصنفني فيه يا أبو سهل؟
يعني يمكن تحسب عليك حتى ترى. انا اصنفك صوت مميز بس انا لما تقول انت في قائمه العشرة انا اقدر اقول لك انا